السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم يا أهل الخير، مرحبا بكم إلى هذا العرض التدريبي الذي يعنى بفنيات صناعة النجاح. أهلا وسهلا بالطلبة الأعزاء، طلبة جامعة محمد الخامس بالرباط، وبالضيوف الكرام. نحن مباشرة على صفحة الجامعة التي تجمع طلبتها من خلال تدريب ومن خلال مرافقة وكل ما هو ثقافي وعلمي محض. أهلا وسهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بأهل العلم والثقافة والإنجاز. أهلا بالإخوة والأخوات، مرحبا، أهلا بأهلنا، مرحبا بكم. بونسوار بونسوار بونسوار. دقيقة فقط ونبدأ هذه المحاضرة النيرة التي نحبها من أعماقنا، يعني تعنى بفنيات النجاح، تعنى بكل ما هو علم أعصاب، سيكولوجيا، كل ما نود أن نقوم به في هذه المحاضرة البسيطة. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا مرحبا، أهلا بكم. السلام عليكم إذا يا أهل الثقافة والإنجاز، بكل فخر وشغف واعتزاز نقدم لكم محاضرة تدريبية نوعية من أجل الاستعداد للأسدس الثاني من هذه السنة الجامعية، المحطة الثانية، وهي محطة نوعية كذلك، محاضرة تدريبية منظمة من جامعتكم المنتجة والأبية، جامعة محمد الخامس بالرباط. إليكم تحيات كل الفاعلين والفاعلات، جنود الخفاء الذين يسهرون على خدمتكم من رئاسة نيابة الرئاسة للشؤون الأكاديمية والطلابية، وكذلك إدارة ودراسة وأساتذة كرام، وخدمة وتأطير وتدريب وتنسيق للأنشطة الموازية الفنية والثقافية والعلمية والأدبية، وكذلك الرياضية. موضوع اليوم موضوع مهم للغاية، نعم، موضوع كبير جدا ما شاء الله. العزم قوة هائلة من أجل الفلاح أو من أجل التغيير. من أرفع الدورات التدريبية في مجال تنمية القدرات الذاتية على الإطلاق. سوف تعرف اليوم يعني هذه الأساسيات، في خصوصا من علم الأعصاب. قلنا أن الإرادة هي ما يدفعنا للخطوة الأولى على طريق الكفاح، أما العزيمة فهي ما يبقيك على هذا الطريق حتى النهاية. لذلك هذا الموضوع مهم، الجهد فينا وفي فكرنا في جسدنا وفي روحنا كذلك، أصله إنسان يود أن يبذله، ونتيجته نجاح أو فلاح ملموس، أكيد نوده. العزم نعمة، نعم العزيمة نعمة، وجب تأطيره والمحافظة عليه في حياتنا كذلك. من مظاهر علو الهمة الجد والكد والاجتهاد والابتكار، ونضيف عليها أو يعني نضيف لبنة أساسية ألا وهي الذكاء في التعامل مع الأنشطة الحياتية. أهلا بكم أيها الطلبة الكرام إلى هذه المحاضرة الجميلة التي تقام يوم الجمعة، يوم عيد المؤمنين، ونحب هذا اليوم والله لأنه فيه طاقة إيجابية، طاقة في المحيط، طاقة في الناس، طاقة فينا وفيكم، بارك الله فيكم. بونسوار بونسوار بونسوار، أهلا وسهلا، أين كنت يا عثمان؟ مرحبا بك، والله ألف مرحبا، مرحبا بالإخوة والأخوات، مرحبا بالأساتذة معنا كذلك، مرحبا بكل الضيوف. الجامعة تفتح أبوابها لكل الناس. النقطة أن هذا الموضوع فيه قيمة مضافة لغوية كذلك، ديتيرميناسيون، العزم، لا ريزوليسيون، تحديد، سا ديتيرميناسيون لو مونا ا لا ريوسيت او لا مونا ا لا ريوسيت، يعني هذا الحزم وهذا العزم هو الذي يؤدي بنا إلى ماذا؟ إلى النجاح أو الفلاح، يعني النجاح بالاستمتاع. المعنى تحديد وإنشاء فيها معاني كثيرة، تحديد المشكلة،
إيجاد الحل بسرعة أكبر، يعني ديتيرميني أفير لا شوز، إثبات، إحاطة، بت كذلك، إصرار، تحديد، تحقيق كذلك، تخصيص، تصميم، كلها تعريف كذلك، هذه كلها في اللغة تسمى ديتيرميناسيون أو ديتيرمينيشن، العزم. النقطة الإضافية هنا لغويا فيها الكثير من الحيثيات في محيط هذه النقطة، في محيط هذه الكلمة. أقول أن التغيير هو فرصة هائلة للسير على قدم وساق. كي ننال ما نتمنى من نجاح وتميز، نتغير أكيد لأن العالم يتغير. نتغير إلى الأحسن، نحن يعني في منحى جيد، نتعلم ونتعلم ونتعلم ونستفيد ونفيد كذلك. تغيير كلمة مفعمة بالطاقة الإيجابية، تحس كأن التغيير فيك الطاقة الإيجابية، وكذلك العزم والأهلية والقوة المجدية. التغيير فينا ومنا وإلينا، الإيجابية نور لنا حينما حللنا. أهديكم حكمة توقظني كلما بحثت عن تجديد العزم، والله حكمة نيرة ومنيرة، هي من مدربي الأول محمد إبراهيم بدرة، سوري الأصل، علمني الكثير. قال يومها: لا تطالب بأن تكون الأشياء أيسر، اطلب بدلا من ذلك أن تكون أنت أكثر كفاءة. هذه قمة العزم، لا تطالب بأن تكون الأشياء أيسر، يعني ميسر أكثر، اطلب بدلا من ذلك أن تكون أنت أكثر كفاءة. المعنى يعني قوي للغاية. أوكي، مرحبا بكم. إذا مرحبا، والله مرحبا بهذا الجمع المبارك في هذا اليوم المبارك في هذا الشهر المبارك كذلك. نبدأ على بركة الله، لم نبدأ بعد، نحن نسخن مساء الأنوار. والله هذا اليوم جميل للغاية، نحن سنتحفز ونحفز وسوف نكون في أحسن حلة بحول الله تعالى. قلت أول لبنة اليوم لنحقق العزم الحقيقي لغة ذاتية، رجاء قلم وورقة كي تثبت المعلومات تثبت في المخ. لغة ذاتية داخلية قوية نقية جليلة رصينة عجيبة مجدية نافعة. وإن أمكن رجاء، مع أننا طلبة علم نود أن تكون علمية إن أمكن ذلك. المعنى أن تبحث في عزمك بطريقة علمية بحتة، هذا المعنى. جملتي هذه فيها خطأ بسيط جدا، ضمني داخلي، من بساطته قد يحول مفهومي للأمور إلى تركها. أنت لم تحس به ولكن سأذكرك، قلت إن أمكن ورددتها مرتين. معنى ذلك أنه قد تكون هناك صعوبة، إن أمكن ذلك، إن أمكن لي ذلك. نعم، ولكن عند قولك لذلك هذا معناه أنك قد تكون هناك صعوبة في تحقيق ماذا؟ في تحقيق المراد، في تحقيق الهدف المنشود. يبرمج عقلنا الواعي العقل الباطن، وأنت تعرف ذلك، وقمنا بدورتين في برمجة اللغوية العصبية الإيجابية بالأهداف، هذا ما تدربنا عليه سالفا، ارجع إلى التسجيل، هو موجود. خطوات بسيطة منبثقة من علم الأعصاب لذلك، نورو ساينس وسايكولوجيا. أنا أذكر، يعني نحن ننتظر الكل ونحن نسخن. قم بتفعيل آلية النجاح الخاصة بك. أود منك عزيزي الكريم، أختي الكريمة، أن تقوم بتفعيل آلية النجاح الخاصة بك، هي في داخلك، تسمى بالعقل اللاواعي. ليس عقلا على الإطلاق بين قوسين كما ذكر لنا أحد يعني المفكرين، وسوف أذكر اسمه بعد قليل، أنا أتذكر، ليس عقلا على الإطلاق، وإنما هو آلية مؤازرة، آلية مؤازرة. عقلك الباطن هو يستوعب كل شيء، هو يأخذ منك، هو مثل الإسفنج يأخذ كل شيء. تسعى لتحقيق الهدف، تتألف من الدماغ كما تعرف فيزيائيا، والجهاز العصبي، والمستخدمة والموجهة من قبل العقل. من قال هذا الكلام؟ قاله الدكتور ماكسويل مالتس. مالتس، ماكسويل مالتس، إن كنت تود أن تعرف من هو أمريكي الأصل،
ولد يعني في القرن قبل الماضي يعني 1889 في نيويورك، وتوفي في أبريل يعني 75. هو جراح يعني وطبيب أمريكي ومؤلف ومبتكر طريقة علم التحكم الآلي النفسي. التحكم الآلي النفسي، ابحث فيها، موجودة على الإنترنت. هو نظام من الأفكار، أنا أعطيك القصد اليوم ولكن ضروري من بحث. هو نظام من الأفكار، هذه الآلية يعتقد بأنه يحسن الصورة لديك، الصورة الشخصية لديك، أوكي، وبالتالي للعيش حياة أكثر رضا أو إرضاء أو إشباعا، أوكي. وقد كتب العديد من الكتب، منها سايكو سيبرنيتكس في عام 1960، كان آخر كتاب لديه، والتي كانت منذ فترة طويلة، منذ أكثر يعني الكتب مبيعا، أكثر الكتب مبيعا في العالم، وأثرت على عمل العديد من الخلفاء في مجال التنمية الشخصية والذاتية إلى آخره. يمتلك كل واحد منا ما يسمى بآلية الابتكار. لديك آلية الابتكار، وهذه أحسن عزم أهديه لك اليوم. أنا يعني أتعلم وأعلم وأستفيد وأفيد مثلك. في حال تم استخدامها جيدا، لاحظ معي، يمكنها أن تتحول إلى آلية نجاح. هي آلية ابتكار فيك، إما أن تكون مفعلة وإلا أن تكون بعض الشيء، سامحوني، معطلة بعض الشيء. يعني أنت من يفعلها، ليس يعني المحيط وليس الأشياء الخارجية كذلك. المعنى قوي للغاية. تعرف هذه الآلية بشكل عام باسم نظام، بالعربي يعني ترجمة من الإنجليزي للعربي، نظام التفعيل الشبكي، أو يعني بالإنجليزية Reticular Activating System. Reticular Activating System يعني يرمز لها بـ RAS، RAS، أوكي. يشبه نظام التفعيل الشبكي إلى حد كبير الغربال، كما تعرفون الغربال هو يغربل ما يدخل. حيث أنا أعطيك مثال قوي كي تفهم قصدي، حيث أنه يقوم باستقبال 40 رسالة فقط في الثانية الواحدة، من بين 11 مليون رسالة، أنت تستقبل فقط 40 في الثانية عوض 11 مليون تدخل إلى الدماغ، يعني تصل إلى دماغنا في كل لحظة. واحد، يمكن لنظام التفعيل الشبكي هذا أن يعمل كسلاح سري بين قوسين لك، يساعدك على إعادة ماذا؟ إعادة برمجة عقلك الباطن أو العقل اللاواعي، وصنع معجزات حقيقية في حياتك. أنا سأوضح لك الأمر، أنا أنتظر الآخرين. آلية النجاح هذه، أو آلية الابتكار كما سميناها، أو نظام التفعيل الشبكي، أيا كان ما كانت تسميتها، جميعهم ستساعدك لا محالة وبحول الله على تحقيق أهدافك، أيا كانت هذه الأهداف، ولو تكون أكبر الأهداف في الكون. إذا قمت ببرمجتها على النجاح بطريقة لغوية، سوف تكون آلية نجاح، أوكي. وفي حال غديتها بأهداف سلبية، لاحظ الفرق، فسوف تعمل كآلية للفشل بين قوسين. عقلك وجهازك العصبي يعملان على الدوام وباستمرار لعكس الصورة التي تراها وتظنها عن نفسك، سواء على المستوى الواعي أو اللاواعي. هذا فقط لكي نثبت المعلومة، كما قلنا في السابق في الدورة السابقة. هذا السبب من المهم للغاية أن تركز على ما تريده في حياتك وليس على ما لا تريد. ذكرنا ذلك في البرامج العقلية المتكررة، البرامج العليا، كما درسنا قبل يعني أسابيع. فكر في الأمر لحظة، كم مرة ركزت على فكرة أنك لا تريد حدوث يعني أمر معين في حياتك، ولكن حصل بالضبط ما كنت تخشاه؟ يعني مرات عديدة وصلت المعلومة، أكيد وصلت بحول الله. مرحبا بالإخوة والأخوات من جامعة محمد الخامس بالرباط، وبالضيوف الجامعة الكرام. على الأرجح فقد حدث ذلك يعني معنا كثيرا، يعني كنا نفكر بهذه الطريقة، هذا هو الخطأ الذي يقع فيه الكثير حينما يحاولون تحقيق أهدافهم. إنهم يركزون على ما لا يريدونه، بدلا يعني لا يريدون أن يخسروا، هذا مثال، لا يريدون أن يفلسوا مثلا، لا
يريدون أن يفشلوا إلى آخره من الأمثلة. لا أريد الرسوب، لا يا أخي أنا أريدك أن تنجح، أريد، قل مع نفسك أريد النجاح، لا تقل لا أود الرسوب. العقل الباطن لا يفرق بين الإثبات والنفي بتاتا. وعليك عليه يعني عليك يعني أخي الكريم أختي الفاضلة استغلال هذه النقطة لبرمجته من أجل تحقيق النجاح في ذهنك أولا، بدلا من التفكير في أنك لا تريد أن تخسر أو تفلس مثلا، فلس بين قوسين، فكر في أنك تريد أن تصبح غنيا، هذا المعنى. بدلا من التفكير في الفشل، هذه نقطة أخرى، قل لنفسك أنك تريد أن تنجح وأن تفلح وأن تفرح، أنت نتيجة ما تود فعليا. هكذا اكتبوها رجاء على الكومنتير، على التعليقات، أنت نتيجة ما تود فعليا. هكذا يدخل أي واحد لهذه المحاضرة الافتراضية من برمجة يعني جامعة محمد الخامس الأبية، ويجد هذه التعليقات الإيجابية. هكذا نبرمج الناس وهكذا نكون مع الناس لأننا إخوة. اعلم أن الفارق بين المستحيل والممكن يتوقف على عزيمة المرء وإصراره. اعلم أخي الكريم أختي الفاضلة، لا تجعل العواقب توقف مسارك أو مسيرتك. إذا واجهت حائطا فلا تستدر لتعود خائبا، عليك أن تحاول تسلقه أو المرور من خلاله، المعنى أو حتى الالتفاف من حوله. هذا كلام مايكل جوردن لاعب كرة سلة رياضي، قاله يعني سنة 63. النقطة الآن ندخل إلى الحيثيات، ولكن نرى إن حضر معنا العقل اللاواعي لا يميز بين ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي. أكيد نعم. بونسوار، بونسوار أتوس، وعليكم السلام ورحمة الله. الجمعة يوم مميز، أنا قلتها في الأول. أكيد نتقوى وإياكم بهذه المعلومات وبهذه التقنيات التي سنقدم الآن. تجنب استخدام النفي عند الحديث عن طموحاتك، اكتبها رجاء، تجنب استخدام النفي عند الحديث عن طموحاتك. لا تقل je ne veux pas faire, je ne veux guère, etc. يعني غير من طريقتك، لأنك صاحب عزم وحزم وثقة وما ترغب في تحقيقه في حياتك. كذلك تجنب استخدام النفي، تجنب استخدام النفي عند الحديث عن طموحاتك وما ترغب في تحقيقه في حياتك. ركز رجاء على استخدام جمل يعني تثبت وتعبر بالضبط عما يعني تتمناه. ثبتها أنت، أنت صاحب تثبيت اللغة الداخلية أو ما نسميه بالحوار الداخلي. 70 80% يوميا، إن كان إيجابي فأنت إيجابي، إن كان سلبي فضروري أن نكون إيجابي، لا معنى للسلبية الآن. هكذا مع مرور الوقت وتكرار هذه الأفكار في عقلك، تجد أن أهدافك التي صنعتها أنت قد بدأت تظهر شيئا فشيئا كحقيقة واقعية، كحقيقة رائعة، أو أن فرصا جديدا بدأت تظهر هنا وهناك. أنت فقط افتحها، افتحها في وجهك، الله يفتحها في وجهنا جميعا أمامك، يعني تساعدك لتحقيق هذه الأهداف. مجرد أن يحدث ذلك اعلم أنك قد تمكنت أخيرا من إعادة برمجتك، يعني برمجة عقلك اللاواعي أو الباطن للنجاح. أنت برمجت نفسك، ألف مبروك أخي الفاضل، أختي الفاضلة، والله نفرح عندما تفرح يا مسلم يا طالب العلم، فأنت مقامك عالي. المعنى التقني الآن، المعنى التقني أنني برمجت نفسي على صعوبة الهدف. لاحظ هذا مثال، آليات علم الأعصاب تقول أن تحث نفسك على الإنجاز بقول ستوب، أن تحث نفسك على الإنجاز بقول. ما معنى قول؟ قول يعني سلوك لغوي، أنت تقول، أنت تتحدث، حوار، كي يكون هناك ماذا؟ عمل. ما معنى عمل؟ أي سلوك خارجي. أنت معي يا؟ أنت معي أختي الكريمة. أن تحث نفسك على الإنجاز بقول، أنت تحث نفسك على الإنجاز بالقول، هذا الداعي، أي سلوك لغوي، أن يكون هناك عمل، نعم، أي سلوك خارجي. قلها، رددها، أنا أستطيع، أنا أستطيع، je peux faire la chose، أنا قادر للوصول إلى الدكتوراه، أنا قادر على النجاح للماستر، أنا قادر كذا وكذا وكذا. أنت من يبرمج نفسه، قل لنفسك أعرف فعل ذلك، je sais faire ça، ne dis pas le contraire jamais،
Ne dis pas, ne dis pas. Donc, il faudrait qu'on dise un petit peu les choses probantes et les choses qui sont positives. Je sais faire cela, c'est positif. Possible. Je vais atteindre mon rêve parce que nous avons des rêves et on va en parler, inshallah. أركض نحو الهدف يوما بعد يوم. كانت لي صورة على الفيسبوك، والله تداولتها لسنوات، يعني سوف أعوم، سوف أسبح نحو هدفي ولو كانت هناك مشقة. فكر في حلم أو صورة لك. كيف نفكر في هذا الحلم؟ نحن في مجلس علم. ما هو التصور الإبداعي؟ ما يسمونه بـ visualization، يعني creative visualization. التصور الإبداعي هو شكل، أنت تحلم، أنت تتصور أشياء ستقع، هو شكل من أشكال تمارين اليقظة الذهنية كما سميناه في السابق la pleine conscience. يمكنك استخدامه لتعزيز وتقوية فرص نجاحك من مختلف مناحي الحياة. المعنى أين؟ إنه عملية وضع وبناء صورة، أنت من يصنع الصورة بألوانها وحيثياتها وبنميطاتها لبيكسل حول ما تريد الحصول عليه في حياتك. أنت تبرمج نفسك على المستقبل حيث أن تصور هذا الأمر سيؤدي إلى ماذا؟ إلى خلق مشاعر مرتبطة، يعني صورة وصوت يعطيان إحساس. أنت تصنع الإحساس بنفسك من خلال من خلال الأكسيون، من خلال الصورة. أنت صنعت صورة ذهنيا، أنت صنعت معها إحساس. لماذا نريد إحساس؟ أنا أعطيك الأمر إلى خلق مشاعر مرتبطة برغبتك التي تريد تحقيقها. الرغبة يعني هدف بين قوسين. خلال عملية التصور الذهني أنت تتخيل ما تريد تحقيقه بالضبط في حياتك، يعني وتختبر مشاعر مماثلة لتلك يعني التي ستحس بها عند تحقق هذا الأمر. أنت دائما في مقارنة، أنت دائما في عملية عقلية، عملية شعورية داخلية، مما يمنحك دافعا إضافيا للسعي نحو تحقيقها. هذه الدوافع أنت من يصنعها أولا. صحيح أن الوالدين يعطياننا دوافع، ولكن هذه برمجة عقلية كذلك. تصور معي باللغة العامية المغربية، تقول لك أمك مثلا أو الوالد يقول لك مثلا الله ينقي الشوك من طريقك. هذا برنامج عالي، هذا برنامج تفضيل. أنت تسمع هذه الأشياء وتتحفز أكثر ولو أنها بطريقة سلبية، ولكن يقول لك والله أنا أحبك كثيرا، أطلب من الله أن يساعدك في هذا الأمر وفي الدراسة يا رب إلى آخره. هذه تذهب مباشرة إلى ماذا؟ إلى تفضيلك القوي، وتصنع منك تفضيل، أنت صاحب التفضيل. يعني تصفح يعني هذه الأشياء التي تصنع، هذه الصور الصوت مساعد كذلك. كنا قد خضنا دروسا قيمة حول اليقظة الذهنية إن تذكرتم، يعني قبل أسابيع. لاق دو لا بلين كونسيونس كما نسميها بالإنجليزية مايندفولنس نافعة كثيرا طلبتنا الأعزاء، وخصوصا لما نقترب من الاختبارات نعيدها ونعطيها بطريقة يعني سلسة لكي تفهمها وتكون يعني في رضا مع نفسك وفي تثبيت المعلومات والتذكر بأحسن طريقة. مرحبا بكم إذن إلى هذا العرض للقيام بتمرين التصور الإبداعي. أنا يعني أقترح عليك أخي الكريم أختي الفاضلة أن تتبع خطوات بسيطة، يعني أعد نفسك وبيئتك للقيام بهذا التمرين. تصور هدفك، يعني أن تجلس خصوصا في الليل تنفع كثيرا، يعني في المساء تصور هدفك الذي تريد تحقيقه، يكون المزاج مرتاح وأنت في راحة وبرمجت نفسك على الويكند مثلا. تصور هدفك الذي تريد تحقيقه، يعني إن أغمضت عينيك الآن أنا أقوم معك بتمرين مباشرة. تغمض رجاء إخوتي أخواتي، أن تغمضوا عيونكم وترتاح. خذ لك نفس وقل لك لنفسك كلام يريح. قل بسم الله على بركة الله، أنا أود أحقق هدف. أود منك أن تصنع هذا الهدف في دماغك عبارة عن صورة. أنت حققت هذا الهدف، إن كانت دراسة تصور أنك أخذت الشهادة، شهادة ماستر، شهادة ليسانس، شهادة البكالوريوس كما نقول، شهادة ذلك. تصور أنك ولجت هذه الصورة وجلست
وكنت مبدعا فيها وسوف تكرم الآن. تمسك بالمشاعر التي تراودك خلال التمرين. هذه المشاعر هي مشاعرك، أنت من صنعها وأنت من يصنع بها مشاعر أخرى. هذه مشاعر طيبة. نعم أكيد، ابدأ بالعمل لتحقيق أهدافك. العمل ضروري. أنا أقول لك اعمل كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه الآية يعني سورة التوبة. نعم الله العظيم. التخير والتصور، أنت دائما تغمض عينيك. التخير والتصور الإبداعي، أنا من يصنع هذه الصورة التي صنعت. أنا أريدك أن تجعلها بالألوان، صنها، يعطيها قيمة، ضعها في إطار، اجعل نفسك تجلس على أريكة، أريكة تحقيق هذا الهدف. أنا أود منك أن تدخل في الصورة وأن تصنع منها صورة حقيقية. أنت ولجت ونجحت، أهلا بك في عالم التميز. رجاء سأعد من 1 إلى 10 وتفتح عينيك. 1، أنت مميز. 2، أنت يعني بطبيعتك مميز في صنع الأهداف. هدفك أنت من حققه. أنا أود أن أحقق هدفي بصيغة الإيجاب، وأصنع من هذا الهدف يعني أحرر ذاتي وأحرر يعني حياتي، وأجعل من حياتي نجاح وفلاح. عفوا منكم، النقطة أين؟ أن الصورة أنت من صنعها وأدخلت فيها أصوات وولجت إليها، وثم صنعت من خلالها شعورا طيبا. هذا الشعور رجاء احتفظ به، لأنها مشاعر في على من المستوى الرفيع، نحن من نصنعها. التخيل والتصور الإبداعي يعني وحده لا يكفي لتحقيق الأهداف. أنا أود منك أن تعد نفسك، فهو لا ليس إلا مدعما ومعززا، وتحتاج للقيام بخطوات حقيقية لتجعل يعني منها واقعا. هذه الخطوات يعني أريدك عزيزي الفاضل، أختي الفاضلة، طوعني، فكر في أحلامك، هي كبيرة. بهذه الطريقة وبهذا المستوى ثبت أهدافك ذهنيا، ثبتها ذهنيا كي تثبت في الواقع. رجاء 1 2 3 4 5، خذ لك نفس كبير وافتح عينيك. هنيئا لك بالهدف، تشبت بمضمونها وخصوصا بتحقيقها. أحلامك كبيرة، تشبت بها وبطريقتها يعني بالطريقة المثلى لتقييمها ولتحقيقها. باتت أحلامنا أكبر منا، نود تحقيقها والنيل من الإيجابي منها وفيها كذلك. حقيقة موضوع الحزم وتحديد ما نتمنى هي صلب وروح الإنجاز وتثبيت الهمة، وإعطائها ماذا؟ إعطائها أغلى 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 معنى. إخوتي الأفاضل، أخواتي الفضليات، قد تتعطل، قد تصاب بأعياء، والله الحياة هكذا، قد تتأخر وقد تحبطك التجارب بين قوسين والعراقيل وبعض الإخفاقات هنا وهناك، لكنك تتوقف وتفكر هنا لأنك تعي قوتك الداخلية. أنت صاحب قوة، أنت خلق الله العظيم العليم الحليم رب العالمين. خلقك يعني أنت خلق الله، خلقك الله سبحانه وتعالى في أحسن تقويم. تتعرف حينئذ على أنك أقوى وأرقى من الحالة التي تعيشها. يعني سامحني، لأن عجبتني جملة والله تخرج هكذا. تتعرف حينئذ على أنك أقوى وأرقى، أرقى من الحالة التي تعيشها. سوف نقوم بتمرين، يعني أنا تذكرت تمرين مهم للغاية، كنت صنعته قبل سنوات، سأهديه لكم والله بقلب مرتاح. لن تعيش حياتك أبدا بفكرة أنك يعني بين قوسين. يعني أنت بدلا من ذلك شخصية قوية. رددها دوما، أنا أستطيع الفلاح، أنا أستطيع تحقيق مدى النجاح، وأضف لها بحمد الله في الأخير. الله معك، الله معك دائما دائما دائما. ما يعني ماذا فهمت من هذه اللبنة الأساسية؟ أن هنالك تسلسل هرمي عمودي بين مشاكلي يعني واحتياجاتي وذاتي، يعني هكذا تصعد.
إما أن تعيقني مشاكلي أو يعني أدمرها قبل أن تعيقني. لا نقول العكس، أنا أدمرها قبل أن تعيقني، أنا أحتويها كما تعلمنا في السابق، أنا لا أتغافل عن مشاكلي. لدي الاختيار دائما، دائما لديك الاختيار، لأنك صاحب اختيارات، وبهذا سوف تصنع قرارات. يمكنني دوما العودة وتفوق على معيقات نجاحي، أكيد بحول الله، واجهها، أحتويها، أكون حازما إزاءها. نرجع إلى وعينا الآن، نتدبر الأمر مجددا، ونربح مشروعنا بالتالي ذاتنا. ذات مهمة، ذات هي أنا. الآن إخوتي أخواتي، très belle énergie، merci beaucoup. C'est vous l'énergie. S'il n'y avait pas vous, je ne serais même pas là. النقطة إليكم بعض أساسيات تحقيق الأهداف. أقولها بالعربي، قلت ربما يعني أترجمها إن كانت لدي ترجمة فعليا يعني فورية كما نقول. كي ننجح ونحقق أهدافنا ضروري من عاطفة، اكتبها رجاء، ضروري من عاطفة غيرة جياشة، عاطفة جميلة. ثم العمل بالاستمتاع، ضروري أن تعمل بالاستمتاع وتدرس بالاستمتاع، إلا كيف لك أن تكون يعني أقل وعي سلبي في يومك مثلا. نحن نود يعني وعي إيجابي. ثم تطوير التميز، أود منك أخي الكريم أختي الفاضلة أن تطور تميزك. إن وصلت إلى مستوى 16 من 20 طوره، اجعل نفسك أرقى، أنت أرقى بكثير، أنت تعرف هذه الحالة، ولكن أنت تعرف أن هناك حالة أفضل منها. ركز كذلك على شيء واحد، لا تركز على شيئين، جربها. يعني افتح الفيسبوك وافتح الإيميل، ثم ضبط الكلام، ثم يعني اعمل على مشروع والله كل مرة يأتيك كذا وكذا تدخل، أنت لن تكون يعني يقظا مع عملك أو في عملك. ثم نقطة أخرى مهمة كذلك، ادفع خارج منطقة الراحة بيسر، ليس بأي طريقة. أنت تخرج من طاقة، يعني إذا أردت أن تقوم برياضة مثلا، أنا أحثك أن تقوم يعني كما نقول بالمصري بشويش، أو يعني مرة مرة، ثم بعدها تقوم برياضة بطريقة رصينة ودائمة بعض الشيء. ثم أنصحك بخدمة الآخر، يعني أنت تكون فلامباتي كما نقول، يعني أنت تحس بالآخر، أنت تحس بأن الآخر موجود معك، أنت في محيط لست فيه لوحدك. هذا النافع ويساعدك كي تنجح وتحقق أهدافك. أن يكون لديك أفكار، الأفكار لدينا 4 أفكار في الدقيقة، لدينا 8 أفكار إلى حد كبير، لدينا المعلومات تدخل وتخرج. هذه الأفكار جسدها في بالكتابة، وجسدها بطريقة يعني داخلية، أوتوماتيكيا كتابتك سوف تبقى داخلية، وسوف تخرجها من خلال أفكار نيرة، وبالتالي مشاريع نيرة. أن يكون لديك أفكار مهم للغاية، ثابر وأسس دوما للمثابرة، اشحن ذاتك، اشحن همتك لكي تكون قوي من الداخل، لكي تصنع الكثير من الأشياء الطيبة. ما نقول باللغة الفرنسية، il faudrait de la passion, il faudrait travailler en prenant du plaisir, il faudrait quand même développer l'excellence, il faut être concentré si vous voulez sur une chose, pas sur plusieurs. Je pourrais admettre 2 choses, mais jamais 3. Pousser au-delà de la zone de confort, il faudrait qu'on gère un petit peu les choses avec la meilleure de nos manières, il faudrait qu'on serve nous-mêmes, servir les autres, encore, commencer par la famille, commencer par les voisins, commencer par les gens qui vous entourent, les collègues, les camarades, etc. Avoir des idées, simplement. Oui, l'idée, nous l'avons, il faudrait la concrétiser, il faudrait l'écrire, il faudrait la rédiger. Il faudrait quand même persister. Le mot tabara, il faudrait qu'on aille de l'avant. Richard St. John's, quand on t'arrive au Nahu, il y a un raïd ou un katib, il y a un kulim Nahu, un TED Talk, إن قمت بكتابة اسمه ريتشارد سانت جونز، أعطانا يعني بعض اللبنات الأساسية لكي نحقق أهدافنا، وأنا أستثمر ما يقول لأنه كلام كما كلام جميل وكلام يعني محفز للغاية. نتحفز من الناس ونحفز الناس، وهكذا العملية دائرية.
الكاتب وجد نجاحا في فعل ما يحبه، هو يقولها، يناقش أسرار النجاح بعد إجراء مقابلات مع المئات من القادة ومن الرؤساء في الشركات في العالم. من خلال دراسته سلط الضوء على يعني بعض المكونات الأساسية للنجاح وتحقيق الأهداف، ومنها ما قلنا: اعلم أخي الطالب، أختي الطالبة، جمعنا المبارك، هذه عملية مستمرة، نحن لا نتوقف، هي عملية دائرية، أنت سوف تتعلم إلى غاية سنك في 80 أو 90 مثلاً. الصورة العملية للوصول إلى الهدف ليست صعبة المنال، بل هي بالأحرى أقول دورة مكتملة، مما يسمح لك بالبدء من جديد في دورة ثانية وثالثة ورابعة إلى آخره. عملية دائرية ومجدية. C'est ce qu'on appelle en langue française un cycle achevé qui vous permet de repartir sur un autre cycle. C'est vous qui le créez avec votre méthode, avec votre énergie. لذلك اسمع وافهم وطبق، اسمع افهم طبق، اسمع افهم طبق الآتي: إن الدخول في دورة التغيير فرصة عظيمة، والأهداف هي الأداة. أعيدها يا كتابة، والله دورة الدخول في دورة التغيير، أن إذا دخلت في التغيير مثلا، أنت تود أن تتغير 5% مثلا، دورة التغيير فرصة عظيمة، والأهداف هي الأداة. ثبتها، ثبت المعلومة جيد. فيما يلي الخطوات التي أقترح عليك استكشافها معنا اليوم، هي خطوات كثيرة، أنا اخترت لكم بعض الخطوات يعني لكي نناقشها، البعض منها ذكرناه في يعني آليات في الأسابيع الماضية عندما ذكرنا يعني الآتي: أول شيء محاداة يعني لجعل التغيير ممكنا. Il faudrait qu'on s'aligne pour rendre le changement possible. S'aligner, c'est un petit peu respecter les niveaux logiques. يعني المستويات المنطقية لروبرت بيلتس، ست مستويات منطقية: المحيط، ثم يعني الأفعال، ثم القدرة، ثم القدرة ضمنيا فيها ماذا؟ فيها الكفاية والمهارة، ثم بعدها الثقة بالنفس وما نجده في المعتقدات والقناعات والتفضيلات وكل شيء، والقيم كذلك، ثم بعدها الخامسة، الكتلة الخامسة أو المستوى الخامس هي الهوية، هويتك أنت، هويتي أنا، وبعد الخامسة نجد يعني لو سونس كو فو دوني ا لا في، يعني المستوى الذي تعطيه لحياتك يكون اكبر من ذاتك، لانك تود ان تنجح وتفلح مثل الام او الاب مع ابنائها، هي تعطي عمرها. وان سالت والدتك او والدك وقلت له هل تحبني، سيقول لك كلام مثل هذا او من هذا القبيل، يعني انا اعطيك عيني، يعني انه يحبك اكثر من افهمها. هذا سي سكون ابيل ساليني بوغ رونتر لو شونجمون بوسيبل، يعني انت تكون في السلوك، ثم بعد السلوك في المهاره وتتعلم كثيرا، وبعد المهاره تصل الى يعني القدره على فعل الاشياء، فعل الاشياء، فعل الاشياء هي تحت، وانت القدره في فعل الاشياء فوق، يعني فوق انت تجد الحل، ثم بعدها تقوي ذاتك وقدراتك وطريقتك في التفكير وقناعاتك ثم اعتقاداتك وبالتالي معتقداتك لكي تصل إلى أحسن مستوى في هويتك، وهي الهوية التي عليها أنت الآن. مستقبلا تكون أحسن، وهذا تثبيت لكل ما قلناه قبل قليل. ثم هي آلية درسناها قلنا في دورات يعني المستوى المنطقي، والمستويات المنطقية تجدونها على الصفحة كذلك للجامعة. ثم النقطة الثانية، تعرف على النتيجة المتوقعة، أن تبدأ مشروع، أن تكون ديترميني، يعني تكون يعني حازم، أو تكون يعني في هذه يعني في هذه الطريقة المثلى، يعني تأتيك من الداخل، تعرف على النتيجة المتوقعة، أنت من الضروري أن يكون لك هذا الاعتقاد، تعرف على أشياء، سيناريو بديل، واحد اثنين ثلاثة، ماذا يمكنه أن يصيب هذا الهدف إلى آخره. ثم ضع خطة. كل الناس في العالم يعني المتخصصين يتحدثون عن وضع خطة مكونة من استراتيجيات متماسكة، استراتيجيات متماسكة بسيطة. أحسن يعني الشركات العالمية لملتي ناسيونال يعني يتحدثون عن ماذا؟ عن بيزنس بلان، عن خطط
مكونة من استراتيجيات متماسكة، يعني الناس متماسكين والخطط متماسكة، يعني لا يمكنك أن تقوم بخطة معينة وأن تكون هناك خطة نقيضة، يعني تماسك بين الخطط، اتخاذ الإجراءات اللازمة ضروري. أنت لديك اتخاذ إجراءات، أول تفكير للخلية المنظمة لهذه الدورات والمحاضرات قالوا، لاحظ معي القول، أننا في الأسبوع الثاني يعني السمستر نيميرو دو، بين قوسين أنت من الضروري أن تستعد يا طالب العلم يا طالب الجامعة، أنت من الضروري لأنك في شهر أبريل، شهر أبريل يعطيك شهر رمضان، شهر العبادة بامتياز، والعمل والكد والمثابرة والدراسة، لا تنسى ذلك، أنت صاحب همة. والله إن كنت تتذكر قول الله فيك، يعني هو خلقك وجعلك نيرا بعلمك، أنت سوف تحتاج إلى ماذا؟ والله توكل فقط، أنت تتوكل وتقول بسم الله لكي تصل إلى المبتغى المنشود، ألا وهو يعني العلم، ويكون يعني مصاحب لك دوما. يعني ابدأ الآن وليس غدا، يعني اتخاذ إجراءات لازمة، إجراء لازم الآن أن أقوم بوضع خطة لهذا الشهر 4، ثم خطة لشهر 5، ثم اختبارات، ثم يعني دورات عن بعد، ثم تثبيت وتحفيز للذات من قبيل يعني هذه الدورات، من قبيل كتب، من قبيل أن تجد لنفسك وقت للرياضة وللعزم وإلى آخره، ثم ضع يعني تنمية وعيك الحسي، أنت صاحب يعني الوعي الحسي، أنك تحس بالمرحلة، تحس بالزمن والمكان، تحس بذاتك، تحس بأنك قادر على فعل ذلك إلى آخره. حافظ على سلوك مرن، اجعل من نفسك صاحب سلوك مرن فليكسيبل. فليكسيبل يعني أن تثبت المعلومة، أنت في الجامعة لكي تدرس وكي تحقق نتائج، أنت في البيت لا تنسى أن الوالدين لا يدرسوا، الوالدين يرتاحوا، أنت تحقق لهم هذه النقطة. اجعل ماما ترتاح وبابا يرتاح لكي نكون معا في هذه الحياة بأحسن طريقة وأحسن همة. نحن أسرة، والأسرة المتماسكة هكذا نجدها، وهكذا الأسرة المسلمة خصوصا. ثم هناك المساءلة وقيام يعني قياس التقدم، يعني أن تسأل نفسك أولا، لا تريد أن يكون هناك مساءلة من طرف إدارة أو من طرف أستاذ أو أستاذة، لا لا والله، أنت كبير السن، أنت 18 سنة فما فوق، فأنت كبير السن، لست يعني تحتاج لذلك، أنت تحتاج إلى المساءلة، إلى التقييم ثم للتقويم. C'est une évaluation, une évaluation constructive, comme on dit. المساءلة وقياس التقدم، هل تقدمت؟ ضروري أن تتعلم ما معنى الحصيلة وما معنى الهدف. الهدف يكون عام، والحصيلة هي أين وصلت من الهدف. إن وصلت إلى 70% في درس جيد، ثبتها، اكتبها، ثبت هذا الموضوع، لا تجعل الأشياء هكذا، إلا سوف تكثر عليك كثير من المسائل. اعلم أن الهدف قد تم الوصول إليه، إن وصلت فعليا أنت مثل مثلا بعض الطلبة، وكنا معهم اليوم يعني بأحسن حلة وكنا مستمتعين، ولذلك كان النشيط اليوم، لأنني كنت مع الطلبة في تدريب على مستوى الجامعة بأجدال، وكان يعني يوم مميز بالنسبة لنا، ساعة ونصف كفيلة أن تجعل منا يعني في رقي من خلال التدريب الفعال. هكذا سوف تسجل محاضرة لاحقا إن شاء الله الأسبوع المقبل، وسوف تبث على هذه الصفحة، وسوف تجد نفسك معنا ولو أنك افتراضيا، لأنك صاحب يعني المنظور ذهني، وصاحب يعني تأسست للصورة الذهنية بالشكل الجميل للغاية. ثم اعلم أن الهدف قد تم الوصول إليه، ضروري أن تثبت ذلك واحتفل بالنجاح. يعني بعض الطلبة بعد الأسدس الأول يعني احتفلوا بنجاحهم وما زالوا يحتفلون لهذا الأسبوع، لماذا؟ لأنك بذلت جهدا كبيرا. لماذا؟ لأنك حققت ما تود. لماذا؟ لأنك صاحب همة وتود أن يكون تكون في القمة. الآن سوف أعرج على أحسن نقطة في الدورة، أهلا وسهلا بكم. إذا أنا أرى الآن أن البعض منا التحق في هذه النقطة بالذات، كي تحقق أهدافك لا بد من عاطفة جياشة. والله أنا أضفت جياشة، ولكن جميلة جياشة هذه الكلمة.
اعمل باستمتاع، ركز على عمل واحد. والله يعني خصكم جائزة كما نقول باللغة العامية المغربية، يعني تفاعل رصين. أنا أود منكم أن تكتبوا مثل هؤلاء الطلبة وهؤلاء الأساتذة الكرام الذين يعينون المدرب أو المحاضر أو الأخ الذي أمامكم. الآن الآن عفوا منكم، خذ لك نفس أو شيء من هذا القبيل. الحمد لله، جيد، لنأخذ نفس عميق وعظيم. الآن أود منكم أن تثبت معي النقطة الثالثة من هذه المحاضرة، الثالثة هي قبل الأخيرة، الوقت يمر علينا بسرعة، والله نحتاج لساعات لمثل هذه. إننا مدفوعون أكثر بالدافع الذاتي، وهذا ما وصل إليه العلم الآن نيوروساينس. أتحدث كل مرة وأدخل يعني تقنية من التقنيات، أنت يعني أريدك أن تقتنصها. نميل إلى الاعتقاد بأننا إما مدفوعون بالخوف من العقاب أو الإثارة من المكافأة، أو يعني نود أن نصل إلى الاستمتاع كما نقول. هناك إيجابي وسلبي، هناك جزرة وعصا، حتى في القرآن الكريم هناك رغبة ورهبة، هناك أشياء من هذا القبيل، ودرسناها قبل حصص، قبل 4 حصص أو 5 في دورة البرامج العليا للميتا بروجرام للبرمجة اللغوية العصبية. كل هذه الأشكال خارجية ولا تعمل إلا في مواقف معينة. فهمت القصد؟ في الواقع يمكن أن تأتي المكافآت بنتائج عكسية في مواقف معينة. بدلا من ذلك، الأكيد علميا أننا مدفوعون أكثر بالدافع الذاتي، وهذا ما وصل إليه العلم قبل 4 سنوات، والرغبة في فعل الأشياء لأنها مهمة مهمة للغاية. هذا يقلب تماما التفكير التقليدي الذي كان حول تحفيز السلوك، نحفز السلوك بمكافأة، نحفز السلوك بشيء معين خارجي. لدينا رغبة، لاحظ معي، في أن نكون جزءا من شيء مهم، شيء يعني أكبر منا. فهمت القصد؟ لدينا هذه الرغبة، ليس هي فينا، نحن مدفوعون بقوى يعني أخرى، الأولى الاستقلالية، والثانية الإتقان، والثالثة الهدف. الاستقلالية، الإتقان، والهدف. ترجمة ما قلت، يعني أنا أفكر باللغة الفرنسية، nous sommes motivés par d'autres choses qu'on appelle l'autonomie et aussi la maîtrise et le but. Autonomy, mastery and purpose. Purpose. هذه هي الحاجة إلى التوجيه الذاتي. L'autonomie, c'est quoi? C'est la nécessité de s'auto-gérer, on va dire. D'accord? La maîtrise, c'est la motivation intrinsèque ضمنية داخلية inhérente propre à pour aller mieux, pour maîtriser une compétence. Et encore, l'objectif, c'est la capacité de se connecter à une cause plus large. C'est ça l'objectif en fait. Et selon un scientifique nommé Pink, c'est la plus haute forme de motivation dirigée en fait. نحن مدفوعون حقا بقوى، يعني ثلاث قوى. الأولى استقلالية، ثم إتقان، ثم أهداف. ضروري الهدف يعني يدفعك، ضروري الإتقان، أنت تود، أنت مدفوع بالإتقان وبالجودة، أنت مدفوع بالاستقلالية. ولاحظ مشاريعك، لاحظ طريقتك في الدراسة، أنت تود الأحسن أكيد، وهكذا الإنسان السوي بين قوسين. هذا هو الدافع الجوهري للتحسن. وإتقان ماذا؟ إتقان مهارة ما. هذه هي القدرة على الاتصال بقضية أكبر، بقضية أكبر منا بين قوسين، قضية أكبر أي بالإنجاز، الإنجاز أو إنجازك لكي ندخل الهوية في ذلك. Que signifie être intrinsèquement motivé? Vous êtes intrinsèquement motivé. La motivation intrinsèque, c'est quoi véritablement? Parce que c'est un sujet d'actualité dans les neurosciences. C'est l'acte de faire quelque chose sans aucune récompense extérieure. Oui, quand on fait les choses intrinsèquement, d'affiliation, logiquement, vous le faites parce que c'est agréable et intéressant, d'accord? Plutôt qu'en raison d'une incitation ou d'une pression extérieure.
Des fois, ça presse. Des fois, il faudrait que j'étudie. Il faudrait que j'aie, par exemple, un 18 sur 20. Ça, c'est une pression extérieure pour le faire, comme une récompense ou une date limite. Des fois, une date limite, ça pourrait procurer ceci. Luc, maintenant, le 30 avril, par exemple, c'est une date limite pour toi. Donc là, tu es dedans, tu es avec une incitation, une pression qui est extérieure. ماذا يعني أن يكون لديك دافع جوهري؟ الدافع الجوهري هو فعل القيام بشيء ما. C'est une action, en fait. دون أي مكافآت خارجية. واضحة. أنت تفعل ذلك لأنه ممتع ومجدي للغاية، لأنك تحس بذلك. ليس بسبب حافز خارجي أو ضغط للقيام به. مثل مثلا قلنا مكافأة أو موعد نهائي أو حتى يعني تاريخ يعني une date limite on va dire comme ça. ثم comment développez-vous la motivation intrinsèque؟ كيف تطور الدافع الداخلي؟ أنا أعطيك الآن يعني للطلبة الكرام وحتى للحضور الكريم نافع لا محالة حتى للناس الذين يشتغلون طرق تنمية الدافع الذاتي لدى الطلاب. أن تهدي لنفسك أحسن مكافأة. واحد، إعادة التفكير في المكافأة إن لزم الأمر. أكيد نحتاج يعني repenser à la récompense. Il faudrait qu'on repense à ça. Et imaginez quand vous faites ça pour vous-même et que personne n'est là. Là, ça donne beaucoup d'effet. اجعل الإتقان رائعاً. لما؟ لأننا جسدنا ذلك قبل قليل. هذه النقطة ثابتة علمياً ومجربة يعني مجربة من عبد ربي مئات المرات حتى أتبرمج على سلوكيات تمنح الإتقان. يعني ماذا؟ يعني اجعل الإتقان رائعاً أحسن بكثير من ما هو عليه الآن. جودة العمل بمؤشرات. كل مرة لديك مؤشر. تضغي بمؤشرات. Il faudrait qu'on fasse un petit peu une évaluation à chaque fois. Une سلوكيات أن أكون أحسن وأنشط مما كنت عليه في يعني سالفا هذه المرة أحسن من المرة الفائتة لاحظ يعني بطريقة سلسة أن أشتغل على السلوكيات كي أتمكن من الكفايات وتصبح لدي القدرة حينها أثق بذاتي أكثر وألمس هوية الناجح. أنا تحدثت إليك الآن أخي الكريم أختي الفاضلة بطريقة ماذا؟ بطريقة المستويات المنطقية. يعني أنا قلت لك أنا أعيدها كي تفهم يعني القصد من الست مستويات. أشتغل على السلوكيات كي أتمكن من الكفايات يعني الثلاثة وتصبح لدي القدرة دائما في الثلاثة في المستوى الثالث حينها أثق بذاتي أكثر وألمس هوية الناجح. أنا وصلت للمستوى الرابع قدرة يعني لا كرويونس ثم بعدها الهوية يعني ألمس هوية الناجح وأرقى بالمعنى الذي أعطيه لحياتي المستوى السادس. فهمت القصد؟ يعني الحياة هكذا لديك تقنية بسيطة اعتبرها وصنها واعمل بها. يعني الآن اعتمدت قلت لكم المستويات المنطقية لروبرت بيل السايكولوجيست الأمريكي المشهور يعني في لا تخوازيام جينيراسيون دو لا بروغراماسيون نورو لينغويستيك جينيراتيف. أيضا كيف تطور الدافع الداخلي؟ ضروري من غرض أعلى أو هدف أسمى، ضروري من شيء يعني يحفزك كثيرا. حثك أن تستخدم تقنية بسيطة للغاية وكنا درسناها يعني في السابق، تقنية تعرف بالأهداف الذكية سمارت. تعرفونها أكيد سمارت SMART بأن أهداف ذات معايير محددة معايير يمكن تذكرها بسهولة باستخدام الاختصار SMART وأنا سأعطيكم ما معناه S يعني specific محدد بدقة measurable measurable قابل للقياس يعني يمكنك أن تعرف كم من دروس درست أو ذاكرت يعني 10 دروس أين وصلت من هذه الدروس أنت في مستوى ماذا؟ في يعني قابل هدفك قابل القياس. أنا وصلت 5 دروس من 10 يعني وصلت إلى 50% من الطريقة. ثم accessible أو achievable يعني قابل للتحقيق هكذا. النقطة تعطيك قيمة مضافة. النقطة تعطيك ماذا؟ قابل للتحقيق relevant ذو صلة يعني يكون بصلة مع الهدف.
ثم مقيد زمنيا مرتبط بالوقت، يا ضروري أن تقول لنفسك أنا سأقوم بالرياضة مرتين في الأسبوع، يعني 8 مرات في الشهر، هكذا يعني ساعة ونصف، يعني 3 ساعات في الأسبوع، يعني 12 ساعة في الشهر، هكذا تثبت الأمور، يعني الرياضة على الساعة 6 من يوم الاثنين ويوم الأربعاء إلى آخره من الأمر. يعتقد أن فكرة الأهداف يعني الذكية سمارت بدأت عند بيتر دروكر. بيتر دروكر تعرفونه، هو صاحب مفهوم القيادة من خلال الغايات، أقولها بالإنجليزية تكون أسهل أسهل، يعني قلنا القيادة من خلال الغايات، management by objectives، management by objectives، يعني ابحث عنها على الإنترنت، يعني محمودة ويعني طيبة للغاية. قلنا واحد سبيسيفيك محدد بدقة، ضع أهدافا واضحة ودقيقة. ثاني مزوغابل قابل للقياس، القدرة على متابعة ماذا؟ متابعة يعني التقدم، أنت تتقدم يعني أنت وصلت 50 60% إلى آخره. ثم قابل للإنجاز، ضع أهدافا صعبة ولكنها قابلة للإنجاز. معي أهدافك صعبة، لا تخاف والله، يعني ولكن تكون قابلة للإنجاز، يعني حقيقية واقعية ذات صلة. ضع أهدافا ذات علاقة بأهداف حياتك العامة. ثم النقطة الخامسة مرتبطة بالوقت أو مقيدة زمنيا، يجب على الهدف أن يكون ماذا؟ مرتبطا بتوقيت نهائي. العجيب هذه. لا أضيف يعني بعض الآليات لكي نعتمدها الآن، ما زال في الوقت متسع لنغوص في شيء معين للغاية. نحن دائما في الفقرة الثالثة وما زالت فقرة رابعة. اجعل نفسك تشعر أن تعليمها الجامعي هو اختيار راقي. هذا احتياج كبير للغاية للطلبة الجامعيين. اجعل نفسك تشعر أن تعليمها الجامعي هو اختيار راقي. أنت من يختار، أن تخصصك نفعي، أنت اخترت التخصص من بين التخصصات، ولو كان اختيار واحد فإنك قررت ذلك، لأن تخصصك نفعي وأنك تلبي يعني هو أكيد محفز واقي، يعني محفز يقيك من كثير من الأشياء ويعطيك أغلى ما في الوجود، العلم والتعلم والبحث، أنت من اختار ذلك. قال تعالى وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما، قال كذلك قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. كذلك قال الله سبحانه وتعالى يرفع الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يعني أين أنت؟ أنت في الجنة، جنة الدنيا، لأنك في العلم تسبح، أنت طالب جامعي، ليس مثلك أحد، طالبة الجامعة، أنت يعني هكذا، لتعطيك قيمة مضافة لما تعرف هذه الأشياء. اجعل نفسك رجاء تشعر أن تعليمها الجامعي هو اختيار راقي بالنسبة لك. حتى من ناحية الطاقم البيداغوجي، أستاذك أو أستاذتك، أنا أعطيك إضافة بسيطة للغاية، ولو أن معنا الأساتذة الكرام، تجعل الطلاب يشعرون أن التعليم هو اختيار رصين وليس مطلبا. يعني في الأول لما يكون طفلا لا يعرف، ولكن عمره 18 فما فوق يعني يعرف أكيد التعليم هو اختيار رصين وليس مطلبا، لكي تهيئ نفسك لمجال العمل إلى آخره. لإشراك الطلاب مثلا أكثر في العملية التعليمية والتدريبية، يذكرونهم بأنهم باتخاذ القرار الصحيح من خلال الظهور والعمل الجاد، لنجعل كل طالب أو طالبة يشعر بأنه قادر. يعني هذا تثبيت، وهذا يعني رجاء بسيط للأساتذة الكرام، وهذا يعملونه أكيد. نحن نتعلم من نقوم الأمر يعني من بعيد. ثم يشعر بعض الطلاب بأنهم غير قادرين على إكمال مهمة ما قبل أن يجربوها. يعني نحن من يحفز هذا الطالب أو هذه الطالبة، يعني نقول له أنك قادر. أنت قلها لنفسك أولا أيها طالب العلم. هكذا يعني نميل ونصل إلى تطوير الحوار الذاتي، وقيادة
هول يمكنك القيام بذلك. أنا يمكنني القيام بذلك مرات عديدة والله. يعني أود أن أجرب نفسي في لغة معينة، عربي، فرنسي، إنجليزي. يعني لم أثبت القصد، لم أبحث، كأنني أعيش وأتنفس حياتي. افهمها أخي الكريم، أنا معك، أنا أخوك. النقطة، وأختي الفاضلة، النقطة أنك تستقبل هذه الأشياء بطريقة وتعمل على الوصول إلى النتيجة المرغوبة. جرب عبارة أنت قادر، والتي لا تتحدث فقط عن المهمة التي تقوم بها، لا، ولكن أيضا عن شعور الطالب الذي هو أنت بقيمة الذات. أنت يعني تحس بذاتك، أنت تشعر بها. تحفيز الذات قد يأتينا من المقربين، والد، والدة، عمي، خالي، أستاذي الكريم، ومن الصالحين الصاحين. يعني مرجعيتنا الخارجية تقوي مرجعيتنا الداخلية. أنت صاحب قرارات، ولكن قراراتك قد تستشير مع مدرب معين، مع أستاذ معين، مع الوالد، مع عمك، يعني مع عمك عفوا، مع يعني الكثير من الناس الصالحين والصاحين كما أقول دوما. إضافة خاصة كما وعدناكم في هذه النقطة، خصوصا في العلوم العصبية الناشئة للنيوروساينس، للدوافع الجوهرية، حدود جديدة في أبحاث تقرير المصير، أو بين قوسين العزم من الداخل، يعني لوتو ديترميناسيون، جو موتو ديتيرمين، أنا من يختار وأنا من يقرر وأنا من يقرر النجاح والفلاح. أقولها بالفرنسي، أوكي. النيوروساينس إيمرجانت دو لا موتيفاسيون انترانسيك، سي أن بو سا. كيليا دوبوي أون ديزان داني لي سيانتيفيك ترافاي دوسو. النيوروساينس إيمرجانت de la motivation intrinsèque. Une nouvelle frontière, oui, dans la recherche sur l'autodétermination. انا اعطيك تفسير بسيط. يشير الدافع الداخلي الى الميول العفويه لدى الناس، يكونوا فضوليين ومهتمين. Ils ont une certaine curiosité. ويبحثون عن تحديات كذلك، ويمارسون مهاراتهم ومعرفتهم، tout ce qui est connaissance. ويطورونها. هكذا، هذا ما تقول، يعني ما يقول علم الأعصاب حاليا. على مدى العقود الأربع الماضية، هنا سنة مضت، وجد البحث التجريبي والميداني الذي يسترشد يعني بنظرية تقرير المصير، هذه يعني نظرية يعني لوتو ديتيرميناسيون، وما نسميها باللغة العربية يعني منكم العزم من الداخل، العزم الداخلي. رايان اند ديسي، يعني عالمين، سنة 2017 ذكر أن هناك دافعا جوهريا للتنبؤ بالتحسن في التعلم والأداء والإبداع كذلك، والتنمية المثلى والرفاهية النفسية. يعني لدينا القدرة على ذلك من خلال ماذا؟ من خلال ما سميناه قبل قليل لوتو ديتيرميناسيون، وكذلك يعني لا موتيفاسيون انترانسيك، يعني أنت تحفز ذاتك بذاتك قبل أن نصل، يعني مرجعية داخلية. النقطة أين؟ يعني أنا بحثت وبحثت وبحثت، وأنا يعني أشارككم هذه المعلومات النيرة. دعنا نربط الدافع الداخلي فيك بالنتائج الرئيسية من علم الأعصاب الوجداني المقارن، ونراجع أبحاث علم الأعصاب المزدهرة حول التحفيز الداخلي. نتحدث عنها فقط، نسمع علماء ولكن نتعلم. تشير الدراسات إلى أن الدافع الداخلي يرتبط بأنماط النشاط في الشبكات العصبية واسعة النطاق، يعني على مستوى الجسد، أي تلك التي تدعم اكتشاف البروز والتحكم في الانتباه والإدراك. هكذا يعني أنت تتحكم أكثر في انتباهك للأمور والإدراك الذاتي المرجعي، يعني أنت صاحب مرجعية نفسك، مرجعية داخلية. عندما يكون لديهم دافع جوهري، وهذا القط من هذه التجربة، ينخرط الناس في نشاط ما لأنهم يجدون أنه مثير للاهتمام ومرضي بطبيعته. هو مثير للاهتمام، وهكذا تجد الشباب، شباب الجامعة أو شباب على مستوى الكلوب، يعني النوادي، يعتمدون مقاربة. يعني إذا كان هناك شيء مثير للاهتمام ومرضي بطبيعتي أنا فيه، يعني
يعني داخليا أنا أقبلها. في المقابل عندما يكون هناك دافع خارجي، لاحظ معي، لكي تثبت المعلومة، ينخرط الأشخاص في نشاط للحصول على النتيجة. يمكن فصلها بواسطة الأداة، مثل الحصول على مكافأة كما قلنا في السالف، يعني أو تجنب العقوبة. يعني أنا أتحفز يعني بالدافع، يعني كي أصل إلى المكافأة، أو يعني تجنبا للعقوبة أو للعلامات الغير طيبة إلى آخره، أو الحصول على نتيجة قيمة للغاية. جاء الدليل الأول علميا على التمييز بين هذه الأنواع من التحفيز من الدراسات التجريبية، سي اكسبيريمونتال، il n'y a pas quelque chose qui a été expérimental et fondé en plus. التي أظهرت أن المكافآت الملموسة يمكن أن تقود، يعني عفوا، لا يمكن أن تقود الدافع الداخلي. يعني المعنى، هذا العالم ديسي قالها، يعني المعنى أنها تغيرت هذه المعلومة، العالم ديسي في سنة 1971. بعبارة أخرى قد تكون بسيطة، على عكس الأفكار القائلة بأن الدوافع الجوهرية والخارجية مضافة أو إيجابية تآزريا، على سبيل المثال كما قال أتكنسون، كما قال بورتر أند لولر يعني قديما سنة 62 و64، ثم تظهر الدراسات أن الناس لديهم اهتمام أقل ويظهرون التزاما أقل قويا مع الأنشطة التي كانوا من أجلها بدافع جوهري في البداية بعد تلقي مكافآت ملموسة لأداء الأنشطة. هذا يعني كان في سنة 99 وسنة 2000. أين وصلت؟ Les études montrent que les gens éprouvent moins d'intérêt et manifestent moins d'engagement spontané avec les activités pour lesquelles ils étaient initialement intrinsèquement motivés. D'accord? Avoir reçu des récompenses tangibles, ça pourrait être de l'argent, pour l'exécution des activités. C'est-à-dire, d'ici en 1999 et 2000. طرحت أسئلة أخرى، ما هي الأنواع الثلاثة للدوافع الجوهرية؟ ثلاث، يؤكد بينك أننا مدفوعون بثلاث نقاط، قلنا الاستقلالية والإتقان والهدف. إنها الحاجة إلى التوجيه، ماذا؟ إلى التوجيه الذاتي. والله عظيمة هذه النقط التي ذكرناها قبل قليل. Bonsoir. L'autodétermination rentre dans le développement personnel, bien sûr. Il rentre aussi tout ce qui est neurosciences, tout ce qui est psychologie, c'est du développement personnel. Ça nourrit le développement personnel, le développement de soi. C'est un petit peu ce que vous voulez dire. Merci beaucoup. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Il faut prendre le risque pour franchir nos peurs. Il faudrait les dépasser, il faudrait les nourrir. Il faudrait non pas les nourrir positivement, il faudrait les nourrir avec la même manière dont elles viennent. Il faudrait les accepter, il faudrait les faire rentrer en nous. On va voir ça la semaine prochaine. Ça a été la surprise pour aujourd'hui. Et c'est un petit peu ce que nous cherchons tous. L'intelligence émotionnelle ciblée deuxième semestre. Pour les étudiants de notre université et encore pour tout le monde. Même pour les gens qui travaillent, vos collègues, vous-même. Qui sont dans l'université ou ailleurs, ça aide beaucoup les préceptes, ça aide beaucoup pour arriver à l'objectif final. الآن الميزة الروحانية رقم أربعة، الآن المحطة الأخيرة، الميزة الروحانية في العلاقات تقوي العزائم. أنا أقول لك أن الوالد قوة بالنسبة لك، الوالدة قوة بالنسبة لك، صديقك العزيز، زميلك العزيز، أختك، أخوك. والله اسأل نفسك، أحب يعني الصالحين، يعني هم أقرب الناس إليك. قل مع ذاتك، أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، وإن كنا سواء في البضاعة. هذا ديوان الإمام الشافعي، يعني اقتبسته اليوم وتعلمته لكم. هذا ديوان الإمام الشافعي صفحة 74. مصاحبة أهل العزائم القوية والهمم العالية تعطيك أوتو ديترميناسيون، تعطيك ديترمينيشن، تعطيك همة. فالمرء على دين خليله كما نقول، التوكل على الله وحسن الظن به سبحانه وتعالى. كذلك يعطيك هذه الهمة وهذا العزم القوي وهذه العزيمة. لما؟ للوصول إلى الأهداف.
أرشدنا الله سبحانه وتعالى لهذا بقوله سبحانه: إذا عزمت فتوكل على الله إن الله ماذا؟ إن الله يحب المتوكلين. آل عمران، يعني الآية 159. النقطة الإضافية: أكيد الرغبة الصادقة في تقوية العزم والعزيمة معا، هذا يشمل خطوات غير العادات السلبية إلى أخرى إيجابية، هذه تطرقنا إليها في العادات السبع للناس أكثر فعالية في المجتمع لستيفن كوفي، دونها كذلك على الصفحة، هي باللغة العربية أكيد، يعني درسناها أنا أتذكر قبل أسابيع. أخذ الأمور بجدية مساعد لا محالة كي تجد هذه الديتيرمينيشن النوعية. جدية في الحياة كلها، الآن في يعني في علمك، وبعدها سوف تكون في مرحلة زواج ربما ومشاريع، تكون جدي للغاية، وإلزام النفس بما يراد تحقيقه، كذلك طريق الناجحين في حياتهم، من جد وجد ومن زرع من حصد. قال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبية، يعني سورة مريم. قال كذلك تعالى في كتابه العزيز: خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، سورة البقرة. معنى أكيد فيه خير كبير، أخذ الأمور بجدية. ثم التعاون والمنافسة، هذه النقطة فيها قوة داخلية أحس بها، أنا أريدك أن تحس بها كما أحسست بها يعني في الصباح أو البارحة. كذلك يمكن زيادة الدفع، يعني الدافع الداخلي في المواقف التي يكتسب فيها الطلاب الرضا من مساعدة أقرانهم، وأيضا في الحالات التي يكون فيها قادرين على مقارنة أدائهم بشكل إيجابي مع أداء الزملاء وأداء الآخرين. مساعدة الطلاب على الثقة بأنفسهم لتحقيق النجاح، هذا يدخل في هذا السياق. يعني هذه المحاضرات من يعني من قبيل أننا نحفز وأننا نؤطي الإدراك مع الشباب ومع الطلبة الجامعيين وإلى آخره. هذا هو المغزى القوي لجامعة محمد الخامس بالرباط، عندما يثق الطلاب في أنفسهم للنجاح في مهمة ما، فمن المرجح أن يتحدوا أنفسهم في مواقف أخرى. أنت تتميز، خذها من الأطفال وتتعلم هذه، يعني أنت تثق به وتساعده في الأولى والثانية والثالثة، يأتيك بعدها ويصنع لنفسه يعني مواقف داخلية يتحدى نفسه. يعني نؤكد من الاعتراف بإنجاز الطالب من حيث القيمة الشخصية، قيمتك، قيمة ذاتك، وليس فقط النجاح في مهمة معينة. وصلت؟ سيشجع هذا الطالب على حمل، يشجع على حمل ماذا؟ حمل تلك الثقة في مواقف التعلم الأخرى. التعاون والمنافسة أكيد أكيد. في دولة الكويت كان يومها يعني قبل 10 سنوات أو أكثر، يعني كنا نجد أن يعني في التدريب هناك كنا نجد أن نتحدث أكثر عن المنافسة، ولكن بعدها تغير الأمر بالنسبة لهم. الآن يعني يعتمدون مقاربة ناجحة للغاية، ألا وهي مقاربة التعاون أكثر من المنافسة. وهذا ما ذكره روبرت ديلتس، هذا ما ذكره في المستويات المنطقية. إن كنت إن وصلت إليك المعلومات السابقة بهذه الطريقة، المعنى الأكيد أننا هوية جماعية وقبل هوية أحادية. طالب العلم واحد يصنع يعني هم عالية وكوليكتيف، حتى في التلقيح نود جماعة يعني جماعة عامة، أو جماعة يعني نود مناعة يعني عامة أو مناعة جماعية. هذه المناعة الجماعية تعطيك أكلة أحسن بكثير من المناعة يعني الأحادية. فهمت قصدي؟ هكذا لنفسك شعورا طيبا كل مرة وكل أسبوع وكل يوم وكل شهر وكل سنة، أنت طيب وأنت تود أن تنجح، ولذلك من الضروري أن تؤسس هذه الآليات التي ذكرنا قبل. أنا أقول لك كذلك العمل الجماعي البحثي للطلبة نقطة مثيرة. مثال، يعني أنا أعطيك مثال من شركة
عالمية معروفة تعقد شركة البرمجيات الأسترالية فيليكس، تعرفونها بهذا الاسم. من المتوقع أن يعمل المهندسون على أي شيء يريدونه لمدة 24 ساعة، ثم يقدمون تقريرا إلى المجموعة. ولدت العديد من أفكارهم الأكثر ربحا في عمليات التسليم بين عشية وضحاها. يعني 24 ساعة لديك مجال لكي تبتكر أفكار، يعني إبداع. جرب شيئا كهذا مع زملائك وأساتذتك. العديد من المجموعات تعمل على الابتكار من خلال ذلك. Il y a beaucoup de leurs idées les plus lucratives naissent de ces échanges du jour au lendemain. Je dirais aussi une pure créativité sublimement collective, s'il vous plaît. Sublime de créer des idées ensemble. Moi, je les crée, je les partage avec vous. C'est comme ça qu'on crée cette créativité commune. C'est un peu simple. الطلاب الذين يشعرون أنهم يعملون من أجل الصالح العام، لاحظ، أو شيء أكبر منهم، يعني le sens est plus grand que nous-mêmes. قد يكون لديهم ماذا؟ قد يكون لديهم وقت أسهل في البقاء متحمسا، وهذا علمي للغاية. Un objectif plus élevé. Les étudiants qui sentent qu'ils travaillent pour le plus grand bien ou quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes peuvent avoir plus de facilité à rester motivés. C'est un peu ça. Et remarquez ceci dans les clubs dont vous initiez un travail adorable que nous sentons de loin. Oui, parce que vous faites beaucoup de bonnes choses caritatives, des choses qui aident beaucoup les étudiants, les pauvres aussi. Il faudrait qu'on s'engage à faire ça. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne une facilité à rester motivé. C'est un peu ça, ce boost de détermination que nous souhaitons pour nous tous. Encore, يجب أن يعرف طالب العلم، طالبة العلم، أن تحقيق الأهداف محتمل ويصبح بالإصرار مؤكد. يعني تحقيق الأهداف محتمل ويصبح بالإصرار مؤكد. أنا ترجمت لكم يعني واحد الإكستري باللغة الإنجليزية يعني على النوروساينس، ولكي أعتمده معكم من خلال هذه المحاضرة التدريبية عن بعد، يعني باللغة العربية. يتحفز الجميع يقولون لإكمال المهام السهلة القائمة على المكافآت. يعني الكل يريد يعني هذه الأشياء. إن الأصعب مصحوبة غالبا بتأخير الإشباع، لاحظ معي، التي تجعلنا نريد الاستسلام قبل أن نبدأ. يعني واش كاين شي حاجة نربحوها؟ لا، ما كاينش شي حاجة نربحوها. دونك أنا يعني استسلمت هكذا. على أساس يومي نستهدف أهدافا قابلة للتحقيق، ولكنها تتطلب عملا كافيا للحفاظ على المشاركة. يعني فودغي دو لوتوبوست. المعنى الجليل إنه خط رفيع بين المصلحة وفك الارتباط. لكن هذا التوتر هو ما يعني يبقينا جميعا متحمسين. توتر بسيط ولكن يجعلك دائما متحمس لكي تصل إلى المبتغى المنشود. وسوف تكون لنا دورة مستقبلية أظنها الأسبوع المقبل من اقتراح الجامعة الأبية، يعني دورة حول الذكاء العاطفي، خصوصا كيف نبدأ مجددا. وسوف يكون لنا فيها بعض التقنيات يعني الجميلة للغاية. ملاحظة مهمة كذلك، استخلص الملاحظات الدقيقة والأصلية عن الأداء. ولاحظنا في دورة سابقة أن الملاحظة من أحسن اللبنات الأساسية يعني لكي نقوم بأي شيء في هذه الدنيا. تقوم بسلوك معين، بعمل مكتوب أو ببحث عن موضوع مثلا. أذكرك عزيزي الطالب، أختي الطالبة، أيها الحضور الكريم، أن جزءا كبيرا من التحفيز المستمر هو التغذية الراجعة. هذا ما ثبت عن العلم، يعني التغذية الراجعة أنت محفز أكثر. أنا أقول لك أنك شاب يعني رصين وشاب جميل وإلى آخره، فهي تغذية راجعة بالنسبة لك، أنت تأخذ بها ثم تتوفق بعدها بحول الله. احرص على عدم جعلها شخصية. إن قلت لك مثلا والله أنا من الضروري أن تغير هذه الطريقة لأن طريقة لا تعطي يعني النسبة العالية من الجودة وإلى آخره، خذ بها، ولكن احرص على عدم جعلها شخصية هذه التغذية الراجعة، الفيدباك، خذ بها وتحفز للمزيد من ماذا؟ من التألق.
يجب أن تغير سلوكك بعض الشيء، وهذا التغيير المراد منه يعني، وليس قيمتك الذاتية نتيجة للنقل البناء. كان هناك النقل بالنسبة لك خذ به، لا يلمسك أنت كشخص، أنت لا تتغير كشخص، ولكن قد يسمح بتغيير أفكارك من شيء من هذا القبيل. Nous devrions changer, réguler, si vous voulez, notre comportement et non toucher à notre estime de nous-mêmes. C'est un peu ça, à la suite de critiques constructives surtout. ربط الإنجاز بتقدير أنفسنا، وذكرناه في حصة سابقة كذلك، لنصنع أحداث نجاح معين بأنفسنا. أنا أصنع أحداث نجاح لنفسي. ابتكر كي تسمع من أستاذك أو أستاذتك أن تحب طريقة تفكيرك. البعض منا يسمع ذلك ويتحفز. في كل مرة تقدم فيها إجابة جيدة ورد موفق، ردا موفقا كذلك، لن يحفزك هذا على الاستمرار في الحصول على الإجابة الصحيحة فحسب، لا والله أعلى، بل يحفزك أيضا على الاستمرار في البحث عن الثناء على الطريقة التي تستخدم أو تستخدم بها ماذا؟ تستخدم بها عقلك. أكيد رصين ما شاء الله. هذا المفهوم من ربط الإنجاز بماذا؟ بالتقدير، وكنا درسناه في السابق، لن نعيد الدرس اليوم. Ce que je pourrais dire en langue française, c'est la détermination se sculpte. Il faudrait relier la réussite à l'estime de soi. C'est un peu ça, c'est ce que disent les sciences. Créant des situations de réussite nous-mêmes, il faudrait qu'on les crée. Un projet peut-être, il faudrait que tu le crées, il faudrait que tu fasses un petit peu le nécessaire. Un tout petit exemple, si le prof ou la prof aime la façon dont vous pensez, chaque fois que vous donnez une bonne réponse, cela vous motive non seulement à continuer à obtenir la bonne réponse, mais aussi à faire valoir un petit peu les choses, à continuer à chercher des éloges pour la façon, par exemple, dont vous utilisez votre bonne manière de réfléchir ou de penser soigneusement, et surtout quand vous êtes en groupe. النقطة قبل الأخيرة، تحفيز الفضول الحسي عن طريق إجراء ماذا؟ تغييرات مفاجئة تدركها الحواس. تغير التغيير مفيد للغاية. غير مكان الحفظ، ساعد نفسك على تشغيل حواسك، هذا مفيد جدا للعزم أو العزيمة أو la détermination. قم بتغيير بيئة التعلم. البعض منا أخذ بها ونجح، يعني طلاء الجدران، يعني la peinture des murs par exemple بلون مختلف مثلا، والله يعطيك. هذه تجربة كانت يعني في الكثير من الدول، حتى في المغرب، حتى في المغرب، المملكة المغربية قام بها الكثير من المدارس، قاموا بها بكثير من إدارات المدارس، وأعطت أكلها، يعني طلاء بلون مختلف، وفي الأسلوب الثاني أعطى قيمة مضافة للتعليم والتعلم. تجريب طرق أخرى من خلال الكتابة والبحث، ليست بالطريقة نفسها، يعني تغيير تفضيلاتك، ميولاتك كذلك البصرية السمعية، كي تتحفز يعني ذهنيا. ستستجيب أكيد وبحول الله لبيئتك النموذجية، لأن أنت من صنعها. البيئة النموذجية الجديدة وللتغييرات، ولو كانت بسيطة، ستكون ماذا؟ ستكون مصدر للتفكير بطريقة مغايرة. هذه أول لبنة كي نؤسس لنا. اعمل كذلك أخي الكريم وأختي الفاضلة على الاعتقاد بأن دراستك، عملك اليومي كذلك، سيؤدي إلى تأثيرات قوية. كل يوم، كل مرة، ليست العلامات فقط لنوت، لا والله، كل يوم، كل أسبوع سوف يضيف لك الكثير من الأشياء النيرة. بحثك، عملك داخل الفصل، إشارتك، طريقتك كذلك، غير الملابس، والله يكون هناك تغيير حتى في السلوك. لن تتذكر الكثير مما تتعلمته، يعني هذه هي القدرة المحدودة للدماغ. لن نتعلم كل شيء، ولكن أخذت منها بعض الشعور، بعض الآليات، بعض كذا، بعض كذا. الهدف من دراستك هو تنمية نوع من أخلاقيات العمل الأكاديمي، بحيث لن يكون من الصعب في يوم من الأيام تحقيق أفكار نيرة يعني تسوى الشيء الكثير. النقطة أين؟ النقطة في التحفيز الداخلي، في التشجيع. شجع نفسك يا بطل، شجعي نفسك يا بطلة
للتنافس مع نفسه، تماما كما لا يتنافس العداء أو اللاعب أو الرامي كذلك مع الآخرين فحسب، بل يحاول أيضا تحقيق رقم قياسي شخصي جديد. يعني ليس نحن نتنافس مع الإخوة كم النقطة أو العلامة الأولى، لا، أنا أود أن أحقق رقم قياسي شخصي جديد من المعلومات، من المكتسبات، من أشياء تعلمتها عالميا وفي كل الجامعات. يعمل الطلبة ذو الدوافع الجوهرية الداخلية دائما في تحسين أنفسهم كذا. يعني وصلنا إلى النقطة الأخيرة، ساعد نفسك في سلسلة قوية من التحفيز. يعني إذا نظرت، إذا أحسست أن التحفيز انبتر، يعني رجاء لمعه، رجاء صعد، رجاء غير شيء معين فيك كي تصل إلى التحفيز المراد. Aider à naviguer dans le continuum, c'est ce qu'on appelle un continuum de la motivation. La motivation intrinsèque ne se construit pas en un jour. لا يتم بناء الدافع الجوهري في يوم واحد. يعني كما يقول ديل كارنيجي، تتحقق الكثير من الأشياء المهمة في هذا العالم لأولئك الذين أصروا على المحاولة، على الرغم من عدم يعني وجود بعض الأمل، هكذا ذكرها كارنيجي. مفهوم العزم المرتبط بالتغيير، يعني يشير الدماغ المتحول ذاتيا إلى الكثير من يعني القدرات الذاتية على استخدام النشاط العقلي، تعديل الشبكة العصبية للدماغ من أجل تجربة الحياة بمزيد من السعادة والوفاء. هذه القدرة بين قوسين على استخدام الوعي للقيام يعني لذلك، يقوم على افتراض أن الدماغ والعقل مرتبطان ارتباطا وثيقا، لأن أحدهما لا يتغير بدون الآخر. I think therefore I am، تعرفون أكيد عبارة أفكر إذن أنا موجود، ليست مجرد إعلان مشهور هكذا في عيون علم الأعصاب. لا، ثبت أن النشاط العقلي مثل الأفكار والمشاعر العابرة، لقد ثبت يعني هذا النشاط العقلي مثل الأفكار والمشاعر العابرة يمكن أن يخلق بنية عصبية جديدة في الدماغ، وبالتالي تشكيل واقع الشخص. أنت من يصنع واقعه. بهذه الطريقة من الممكن الاستفادة من المرونة العصبية للدماغ لإعادة توصيل تغيير الدماغ للمرأة وحياته للأفضل عن طريق تنشيط الحالات العقلية السعيدة والهادئة والمحبة، يعني بوعي كذلك، يعني تود الاستمتاع هكذا، يعني تصل إلى هذه النقطة البديعة. تجربة السعادة والرفاهية هي مسعى عالمي، ولكنها غالبا ما تكون صراعا، يعني تكون صراعا لتحقيقها. L'expérience du bonheur et du bien-être est une quête universelle, internationale, mais souvent une lutte à réaliser. أحد التفسيرات لذلك هو أن السعادة ليست الحالة الذهنية الطبيعية والعقلية والافتراضية للدماغ. يدعى يعني علماء النفس التطوريين les évolutionnistes, c'est un peu ça, les psychologiques évolutionnistes, أن المعاناة هي الحالة الذهنية الطبيعية فينا. ونحن من يبحث عن نهاية الراحة يعتقد أن المعاناة من الإجهاد اليومي والأذى والغضب اليومي، يعني في مجال الدراسة والعمل كذلك، الوحدة والقلق وخيبة الأمل التي يعاني منها الشخص العادي، هي الآثار الجانبية للاستراتيجيات التي ساعدت لاف البشر على البقاء على قيد الحياة وتمرير جيناتهم طوال التطور. هذا ما قاله العلم. بهذه الطريقة تطورت الشبكات العصبية في دماغ الإنسان لتخلق الألم والمعاناة عندما لا تستطيع الغرائز التطورية مواكبة العالم الخارجي. يحدث هذا على سبيل المثال عندما يحاول الدماغ أن يفصل بين الجسد والذات عن عالم يعني حيث كل شيء متصل فيه، تصبح نقاط ضعف الجسم الفرد ضعفا شخصيا لأنه يحس بها، ويعاني الفرد نتيجة الصورة السلبية عن الذات والمرض والشيخوخة كذلك.
استراتيجية البقاء الأخرى يعني المدمنة يعني في الشبكات العصبية للدماغ هي الميل إلى الاقتراب من المتعة وتجنب الألم، وهذا هو سبب معاناة البشر عندما يعانون من حالات عقلية ذات نبرة شعورية سلبية. يعني كل مرة قلها باقتراب، الاقتراب والابتعاد ذكرناه في حالة سابقة. كثير من الأشياء تقال ولكن لنسرع فيها نجعلها لوقت لاحق بحول الله تعالى وقوته. أخوتي أخواتي، الكثير من الأشياء يعني نتعلمها، الكثير من الأشياء يعني نقتبسها نستفيدها ونفيد بها. يعني من الضروري أن نقوم بفعل، هكذا تعلمنا. الكثير من الأشياء تعطينا قيمة مضافة. اعلم أن لا شيء ضروري لتحقيق النجاح بعد التوكل على الله أكثر من المثابرة، لأنها تتخطى كل العراقيل. في الأسبوع المقبل تأتيكم دورة باللغة الفرنسية مع بعض العربية بعنوان لاستراتيجي ايموسيونيل بور انتامي ان نوفو سيمستر. أبلغكم أن هذه الدورة هي تخص استراتيجيات لكي نقنن pour réguler ses propres émotions à des fins d'exceller un deuxième semestre avec la meilleure des manières. Chers étudiants, chers hôtes de marque, merci beaucoup de votre présence. Ça a été un immense plaisir de me recevoir avec vous à travers une conférence dédiée aux étudiants et aux hôtes de marque de la page de l'Université Mohamed V de Rabat. Merci à vous, je vous souhaite un très très bon week-end. Ou Inch'Allah, comme aïdnakoum, daouman, nous tamminoukoum à la halat al-talib al-jami'i Mohamed Ayoub, alladhi marida qabla shahrin, ou al-an huwa yata'afa, ou yani chimiothérapie, ou radiothérapie. Natamanna lahu al-shifa' fi hadhihi as-sa'a al-muta'akhira min yawm al-jum'a, yani bayn al-asr wa al-maghrib. الدعاء مستجاب، رجاء الدعاء له بالشفاء العاجل بحول الله. هذا الطالب الوديع ابني، أنا أسميه ابني، هو يعني جميل ولديه قوة فعالة، والله أعطاني درس في الصبر، درس لأن هذا المرض الفتاك، هذا المرض يعني صعب، صعب كيف نحتويه، ولكن بقدرة قادر، بقوة رب العالمين، أتمنى له الشفاء العاجل. أتمنى له أن يكون في أحسن حلة وبيننا بحول الله، نستضيفه ويأتي إلينا ويدرس مثل كل الإخوة والأخوات. نتمنى لكم أوقات طيبة ونتمنى لكم النجاح واليسر. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال دوما ويوما بعد يوم، ونتمنى لكم هذا الشهر المبارك. نحن نستعد لرمضان، أحسن شهر على الإطلاق. نتمنى أن نكون إخوة، أتمنى للإخوة المغاربة والجزائريين والتونسيين والسوريين، الإخوة العرب الأشقاء، كل اليسر والتفوق في الدراسة في العمل. إن شاء الله تعالى خير، وسوف نكون هكذا يعني دوما بحول الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين والمؤمنين، يعني عفوا منكم إن كنت أطلت بعض الشيء، لكن هذه الدورة أنا أحس كأنني أهديها لنفسي ولكم من خلال ما قلناه سالفا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، دمتم في رعاية الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. السلام عليكم.